اهلا بكم في قناة كوكتيل. انتهى الفنان محمد منير من تسجيل اجدد اغنياته ابطال الرجاله التي يهديها للشرطه المصريه في عيد الموافق 25 يناير. اغنيه ابطال الرجاله من المقرر طرحها بطريقه الفيديو كليب يوم عيد الشرطه. اغنيه ابطال الرجاله من كلمات احمد حسن والحان ودين وتوزيع احمد عادل. وعلى جانب آخر، أعادت إدارة موقع اليوتيوب طرح أغنية الفنان محمد منير فينك يا حبيبي بعد انتهاء أزمة الملكية الفكرية بين شركة صوت الدلتا المالكة للأغنية الأصلية بصوت الفنان الراحل بحر أبو جريشة وشركة قنوات التي طرحتها بصوت محمد منير. وكان متابعو الفنان محمد منير قد فوجئوا بحذف أغنية فينك يا حبيبي عبر اليوتيوب، وجاء سبب الحذف كما هو موضح على موقع اليوتيوب بسبب حقوق الملكية في الفكرية للأغنية التي يمتلكها شركة صوت الدلتا. أغنية فينك يا حبيبي هي أغنية من ضمن ألبوم كفاية أبعاد الذي أصدرته شركة صوت الدلتا للمطرب بحر أبو جريشة، وهي من كلمات وألحان الشاعر النوبي عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.